دلوقتي هنروح معاكم لفقره السوشيال ميديا وهنبتديها بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر. ورد صوره من مباراه بتروجيت وكتبت: بعد مباراه اليوم فريقنا يصل للفوز رقم 16 امام بتروجيت في الدوري، وراه 16 فوز 0 خساره 43 هدف. كمان كتب استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر: الازمه الكرويه الاهلاويه والتي اثرت على المزاج العام للمصريين والتي سيبدا بعدها ان شاء الله انفراجه كبيره ومعالجه تامه لمواطن القصور، اكدت على مفاهيم كثيره اهمها ان الاهلي هو صاحب السعاده في مصر والمزاج العام للمصريين يتاثر بحاله الاهلي وان جمهور الاهلي العظيم ليس له مثيل. أما محمد محمود واللي أعلن النادي الأهلي التعاقد معاه رسميا امبارح من وادي دجلة، نشر على تويتر صورة لتوقيع العقود وكتب: الحمد لله، خطوة كويسة جدا، اللي جاي طبعا أهم وهكون أدى المسؤولية إن شاء الله، وبشكر كل الناس على حبهم، اللهم لا تحرمنا توفيقك. كمان نشر أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي صورة على صفحة الانستجرام الخاصة به لاحتفاله بهدفه في بتروجيت. كتب الإعلامي إبراهيم المنيسي على تويتر بعد المباراة: الأهلي على طريق عودة الثقة لمشوار طويل أهم، استمرار القادم بإذن الله أفضل. وكمان نشر أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي الشاب صورة على انستغرام مصر المقاصة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف ريان، وكتب: فوز كبير. كمان مؤمن زكريا شارك في المباراة دي مع فريق الشباب ونشر صورة بعديها على انستغرام مع كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني للفريق وعلق: شكرا كابتن عادل. عالميا كمان نشر أحمد المحمدي صورة على تويتر من مباراة فريق أستون فيلا مع ميدلزبرو في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي واللي فاز فيها أستون فيلا بثلاثية نظيفة، وكتب المحمدي: فوز كبير، أداء رائع، تلك نظيفة. كمان جيمس ميلنر قائد ليفربول نشر صورة على تويتر امبارح قبل دوربي ميرسيسايد مع ايفرتون واللي هيبدأ بعد قليل، وكتب: أكثر من مجرد نقاط نسعى لحصدها غدا. كمان نشر السويسري شيردون شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي صورة على تويتر وكتب: أتطلع للمشاركة الأولى في الدربي. لروي ساني لاعب المان سيتي نشر صورة على تويتر من مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث واللي انتهت بفوز ساني ورفاقه 3-1، كتب: مساء ناجح آخر على ملعبنا. نشر برناردو سيلفا واللي أحرز الهدف الأول على تويتر صورة لاحتفاله بالهدف وكتب: هذا الشعور مرة أخرى. كمان نشر أمريك لابورت مدافع السيتي صورة من تويتر أو صورة على تويتر كتب: نستمر بالهزيمة في البريمير ليج هذا الموسم، أداء جيد يا رجال. كمان نيكولا أوتوماندي لاعب السيتي نشر صورة على الانستغرام بعد الكتب: فوز مهم يضيف 3 نقاط أخرى لرصدنا ويبقينا في صدارة الجدول، جيد جدا يا رجال. وفي أسبانيا كمان قدر ريال مدريد أنه يفوز على فالنسيا 2-0 في الليغا، نشر سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي صورة من المباراة على تويتر كتب: 3 نقط، شباك نظيفة، جهد كبير من الفريق، هذا هو طريقنا. كمان نشر لوكو مودريتش صورة على الانستغرام من المباراة وكتب: أداء عظيم من الفريق. نشر جاريث بيل صورة برضو على تويتر من المباراة وكتب: 3 نقاط مهمين الليلة. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر صورة على تويتر من مباراة اليوفنتوس مع فيورنتينا واللي أحرز فيها هدف من الثلاثية اللي فاز فيها اليوفي وكتب: جهد عظيم من الفريق وفوز مهم. يوفنتوس الإيطالي على تويتر صورة لرونالدو كتبت: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في موسمه الأول 10 أهداف في 14 مباراة في الدوري الإيطالي منذ العظيم جون تشارلز في موسم 57-58. كمان كتب ألاجري مدرب السيدة العجوز على تويتر بعد الفوز في فلورنسا: المباريات لا تنتهي أبدا، من الجيد السيطرة على المباراة بالشجاعة والإقدام. كمان نشر ديبالا لاعب اليوفنتوس صورة على تويتر بعد المباراة وكتب: يا لها من مباراة لنستمر على هذا الطريق. نشر كمان أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني على تويتر صورة من مباراة فرايبورغ في الدوري الألماني أو في البونز ليجا واللي انتهت بفوز دورتموند 2-0 وكتب: فوز مهم على أرضنا، شكرا لكم جميعا على دعمكم لنا. نشر كمان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صورة على الانستغرام أثناء زيارته للصين وكتب: صور الصين العظيم. كمان جيرارد بيكي مدافع برشلونة نشر صورة على الانستغرام من تدريب الفريق وكتب: نضحك دائما. احتفل أندري إنييستا بانضمام ديفيد فيا لفريقه في زوكابي الياباني ونشر صورة ليهم سوا وكتب: مرحبا بك في النادي، سعيد باللعب معك مرة أخرى.